الخير لكل اللي انضموا لي متابعتنا في هذه اللحظات عبر شاشة روتانا خليجية وبرنامج ساعة شباب الذي يرصد لكم أهم الأحداث والإنجازات والمواهب الشبابية في كل الاتجاهات. حلقة جديدة عناوينها كالتالي: انتشار ظاهرة الاعتماد على الوجبات الصحية، هل هو مؤشر إيجابي؟ عاشق الأعماق دكتور أحمد إدريس يتحدث عن تاريخ وأسرار البحار. وبين أبيات الشعر والقصيد الشاعر ماجد رميح في ضيافة ساعة شباب. على الرغم يعني ما شاء الله تبارك الله من دراسته الطبية كاستشاري عظام متخصص، إلا أن علاقته بهوايته في رحلات الصيد البحرية لم تغب عن الذاكرة وتحولت إلى علاقة أكبر في مجال الأعماق واكتشاف أسرار البحر. رحلة ممتعة في هذه الفقرة مع ضيفنا الدكتور أحمد إدريس، طبعا مدرب كبير غواصين سكوبا. أهلا وسهلا دكتور أحمد، منورنا. أهلا فيك. لم يعني أحب أمسي أول شيء خير على كل المتابعين، على كل المشاهدين في برنامج ساعة شباب، وشكرا على الاستضافة. بالعكس، هذا واجبنا، ونحن دائما تعودنا في ساعة شباب نقابل شباب فعليا أخذوا خطوة جريئة جدا بعيدة تمام البعد عن مجال تخصصهم، فودي أعرف كيف كانت البدايات في هذا المجال. بالنسبة للبحر، أنا بالنسبة لي عشق من سن صغيرة جدا، يعني يمكن من عمر 5-6 سنين وأنا كنت أجمع جلبان الصيد والهكات وأنزل أصيد سمك، حتى لو سمكة صغيرة كذا بس خلاص تعمل لي سعادة يعني. فهذه كانت البداية. بعدين لما اشترينا بوت صرنا نطلع مع الوالد رحلات، بدأ الموضوع يصير شغف أكثر. ولما وصلت سن الجامعة قررت أني أبغى أدخل أشوف البحر على حقيقته، أبغى أشوف السمك تحت كيف يعيش، كيف يتآلف مع بعضه. ومن هناك بدأت رحلة الغوص. كانت يعني في الأول يعني مجرد هواية. أي نعم. بعدين أبحرت فيها. بعدين أبحرت والحمد لله وصلت لمستوى الاحتراف. طيب، عملك كطبيب ومو أي طبيب، يعني استشاري عظام، يعني ما شاء الله تبارك الله تخصص صعب ويحتاج جهد ووقت في نفس الوقت، وشغفك في البحر والتدريب، فمعادلة صعبة، ودنا نعرف كيف حققتها. طبعا أنا بالنسبة لي موضوع ما في وقت، هذه الكلمة أشيلها من القاموس، لأنه كل شيء لو حطينا رأسنا فيه وعملنا نوع من الكوميتمنت والالتزام إن شاء الله حنلقى له وقت. فهي مجرد بس مسألة تنظيم الجدول. الزمن ده صار سهل علينا نطلع نغوص، الفاسيليتيز، الأماكن سهلت علينا أنه فعلا نقدر نمارس الرياضة بأقل وقت ممكن، ما يحتاج نقضي يوم كامل عشان نغوص. في ناس كثير معايا جراحين، دكاترة عيون، دكاترة عظام، دكاترة باطنة، مهندسين بيلاقوا لنفسهم الوقت وبيطلعوا حقيقة يغوصوا من الصباح الجمعة قبل الصلاة هم مخلصين. وهذا اللي كنت بسألك، يعني كم مرة مثلا بتغوص في الأسبوع؟ أنا بالنسبة لي كمدرب يعني أغوص على الأقل 4-5 مرات في الأسبوع. ما شاء الله. ودكتور اقنعني كيف بتلاقي وقت؟ أقتنع أنا مو لاقي وقت. في شيء عندنا اسمه غوص الليل مثلا. غوص الليل يكون خلاص خلص الدوام والواحد يطلع ياخذ له غطسة غطستين ويرجع. طبعا الويكند عندنا وقت نقضي فيه وقت خلال اليوم وناخذ وقتنا راحتنا. طبعا حسب الزباين برضو، يعني إذا في مثلا زبون يبي يتعلم دورة غوص لا لازم يصير في نوع من الجدول من بدري. حلو. والجميل في الموضوع كمان دكتور أنه عندك شغف واهتمام بتاريخ البحر. نعم. والغوص وأيضا المخلوقات البحرية، فدائما نحن يكون عندنا حب استطلاع، نحب نسمع مثل هذه الأمور، خصوصا يمكن الناس اللي عندهم فوبيا من أعماق البحار. صحيح. يعني أنا واحدة من الأمور اللي ما خلتني أغوص للآن أخاف أقابل أشياء غريبة وأنا بغوص. عندي فوبيا من هذا النوع. فإيش ممكن نعرف عن أعماق البحار؟ أول حاجة لازم نعرف أنه الكائنات اللي في البحر إحنا اللي نازلين، إحنا اللي دخل عليهم في بيئتهم، فلازم نحترمهم، لازم نقدرهم. كل الغواصين ترى بيقولوا لي هذه المعلومة. صحيح، لأنه فعلا هم أغلبيتهم كائنات دفاعية. فطالما إحنا احترمنا البرايفسي حقتهم، ما وصلنا إلى أنه إحنا فعلا يعني نبدأ نضع
يضايقهم هم ما حيتعرضوا لنا بحاجة. هذا شيء. ثاني شيء طبعا يعني علاقة البشر بالبحر بدأت من آلاف السنين. في ناس يعتقدوا أنه تاريخ الغوص مستحدث في آخر 100 سنة أو 200 سنة، لا حقيقة لو رجعنا بالتاريخ في شيء يرجع بنا 3000 سنة. ففي مثلا نحت حجري حصلوه في الحضارة الآشورية. هذا النحت طبعا في منطقة اللي هي العراق والشام وأجزاء من تركيا. الصورة عبارة عن غواص من 3000 سنة شايل معه قربة مصنوعة من جلد الحيوان وبيتنفس تحت الموية. سبحان الله. فهذا شيء قديم جدا يعني مش في عهدنا اللي احنا حاضرينه أبدا. فمن هذيك الأيام كانت علاقة الإنسان بالبحر جميلة. كانوا ينزلوا لأسباب كثيرة، منها مثلا البحث عن اللؤلؤ. لما بدأت السفن تغرق صاروا ينزلوا يدوروا على الكنوز المفقودة في السفن الغرقانة. فيعني البشر من يومهم هم في علاقة جميلة مع الكائنات هذه. بس يمكن السنين الأخيرة شوية كده بدأت تطلع صورة وحشة عن بعض الكائنات، لكن حقيقة أبدا ما هو صح كده. طب بكل صراحة دكتور، ما لقيت كنز كده مدفون في البحر؟ لا والله ما لقيت أبدا. الكنز هو السعادة اللي بنطلع بها من الموية الصراحة. طب بما أننا جبنا سيرة المخلوقات البحرية، إيش أندر التفاصيل اللي شفتها في أعماق البحار؟ طيب يعني من الأشياء النادرة اللي أنا حقيقة أبغى أدور عليها، يمكن مشاهدين يستغربوا من الشيء ده، هو الشاركس، القروش. يا دي الشاركس، أنا بالنسبة لي عندي حب، عندي هوس في الشاركس. وللأسف ما هم بالكثرة اللي احنا متوقعينهم. فالناس يقولوا طب ليش تبغى تشوف الشاركس؟ لأنهم كائنات جدا جميلة. أول حاجة طريقة سباحتهم في الموية، يعني البيهيفر حقهم، تعاملهم مع البيئة، سرعتهم في الموية مرات يعني جدا منظر خلاب انه الواحد يشوفه. طبعا من الاشياء برضو اللي الواحد يندر انه يشوفها الاسماك اللي تستخبى في القاع مثلا، او تتشبه بشكل صخره او شيء. فهذه الاسماك برضو لازم الواحد يكون له عين بيركز مظبوط عشان يشوفها. تخيل اني شفت بيبي شاركس مره كثير. حتى البيبي شاركس ما عدوا عليك؟ عدوا علي. انا شفتهم؟ عدوا علي. ايوه شفتهم. اكثر شيء شفتهم في البحر الاحمر، شفتهم كمان في المالديفز. حتى انا شفتهم في المالديفز، كانوا كثير هناك وما يسوي شيء. غريب. يعني انا وانت موجودين هنا امورنا طيبه الحمد لله. ما قربت منهم ابدا. لا لا ما يسوي شيء. مستحيل اقرب. واكيد في تفاصيل كثيره دكتور احمد طبعاً في طبعاً. البحر وايضا الشعب المرجانيه والكنوز المدفونة عندنا في البحر الأحمر حنتكلم عنها، ولكن حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم. مكملين معاكم مشاهدينا في الحديث عن تاريخ وأسرار البحار مع الدكتور أكيد أحمد إدريس. أهلا وسهلا من جديد دكتور أحمد. بأنا تكلمنا قبل الفاصل عن البحر الأحمر والكنوز الموجودة عندنا، وأيضا طبعا لا ننسى أنه جدة تشتهر بأنها مدينة ساحلية وعلى البحر الأحمر، فأكيد عندنا أشياء جميلة جدا في مدينة جدة، وتحديدا البحر الأحمر معروف عنه بأن أجمل وأغنى البحار بالتنوع الطبيعي الموجود في. كيف لمست هذا من خلال الغوص؟ طيب خليني أقول لك حاجة لمية. البحر الأحمر واحد من أجمل البحور في العالم لعدة أسباب. أول حاجة يعني إحنا ربي أنعم علينا في السعودية عندنا 1760 كيلومتر ساحل على واحدة من أجمل البحور. اللي بيخليه بيئة خصبة للمرجان هو درجة حرارة الموية اللي تميل للدفى طول السنة. ملوحته متزنة. أعماق فيه له أعماق تصل لحد 2 إلى 3 كيلو في بعض الأماكن. فهذه كلها تعمل بيئة خصبة لنمو الشعب المرجانية. وإذا نمى المرجان بتنمو النباتات والطحالب اللي هي تعتبر غذاء لبعض الأسماك، وبعض الأسماك اللي تأكل الأسماك الصغيرة برضو تنمو عشان تحصل بيئة خصبة تنمو فيها هنا. فإذا النظام الشعب المرجانية هو نظام إيكولوجي متكامل. وعلى قد ما سافرت غوص في أماكن كثيرة في العالم ما لقيت زي جمال البحر الأحمر أمانة. طب هل في منظر مثلا شدك كثير يعني مستحيل أنك تنساه شفته في البحر الأحمر؟ بالنسبة لي أول مرة أنزل على سفينة غرقانة
حطام سفينة. اللي بيحصل لما تغرق السفن عندنا بيبدأ المرجان ينمو عليها، فتتغير شكل السفينة إلى صورة أثرية، إلى شيء يعني كأنه جاي من متحف. فأول مرة أفتكر نزلت على 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 رك اللي هم يسموها حطام يعني رك، وبدأ يبان ضخامته تحت الموية، كان شيء جدا مذهل بالنسبة. طب ما لقيت من هنا من هنا أي كنز مدفون؟ ما في شيء، لا. وإن وجد فهذا طبعا يكون ملك السلطات، وإحنا ما نقدر نأخذه، لكن حقيقة جمال السفن الغرقانة وكيف يتربى عليها ويكون جواتها عايش كمية سمك مش طبيعية. فعلا أنا أتحمس كثير على الغوص من كلامك، واضح حبك جدا للغوص. أيوة وأنك كمان بتدرب، ما ننسى هذا الشيء، وحنتكلم في موضوع التدريب. ولكن قبل ما نتكلم دكتور، نحن البنات أو اللي ما بننزل وبنغوص ما بنشوف السمك إلا على السفرة، فهذه فرصة نعرف منك تفاصيل الأسماك والأنواع المنتشرة عندنا في المدن الساحلية وأيضا أندرها. طيب أول حاجة، الأسماك اللي إحنا بتكون على سفرتنا وبنشوفها في المطاعم كلها 5 ولا 6 أنواع رئيسية، زي الهامور، الناجل، الحريد اللي هو اسمه سمك الببغاء، الفارس، الصرع، التونة، فكلها على بعضها 6 7 أنواع اللي نعرفها. لو جينا نبغى ندخل في كتب المارين بيولوجي ونشوف عدد الأسماك، في حوالي 20,000 فصيلة، ومن 20,000 فصيلة دي في 4,000 يعيشوا بس في الحتة اللي بنغوص فيها. فأسماك مرة كثيرة. إذا نبغى نتكلم على الندرة، فيمكن من أندر الأشياء عندنا هي الحيتان، ما نشوفها كثير. تتواجد أكثر في الأماكن اللي فيها برودة عالية. الشيء الثاني، الكائن اللي نفسي أشوفه في حياتي ما شفته وأنا لي 20 سنة أغوص، هو حصان البحر، ما شفته إلا في الأكواريوم. حصان البحر طبعا الناس تشوفه في الصور تحسبه كبير، وهو حقيقة قد كده صغره، 2-3 سنتي يكون طوله. وأقول لك على معلومة جميلة يا لميا، تتوقع مين اللي بيحمل ويولد في حصان البحر؟ مين؟ الذكر. سبحان من الكائنات الله. الغريبة والقليلة جدا اللي الذكر هو اللي بيحمل ويولد فيها. بتيجي الأنثى تضع البويضات جواته، يتم تخصيبها لين يكبروا، وبعد كده يخرج حصانات بحر صغار كده بالآلافات. سبحان الله، هذه معلومة جديدة، الأول مرة أسمعها عن عالم البحار. طب خلينا نتكلم أيضا عن نقطة ثانية مهمة. دكتور، كلمنا عن الدور الأخلاقي للغواص يعني في المحافظة على كنوز البحر وأيضا البيئة الموجودة في البحار. سؤال جدا جدا مهم لمياء. إحنا كغواصين قدامنا مسؤوليتين، مسؤولية فردية ومسؤولية مجتمعية. المسؤولية الفردية تكمن في أنه الغواص يطور مهاراته الشخصية في السباحة تحت الموية. كيف يعني؟ الآن الغواص اللي يكون دوبه مبتدئ، في شيء عندنا اسمه طفوية، بمعنى أنه أنا أمشي في الموية ما أخبط في الأرض، لأنه مهما كان لو أنا بخبط بالزعانف حقتي في المرجان ممكن أبدأ أكسر مرجانة لها سنين بتنمو 10 سنتي. في بعض المرجان ينمو 1 سنتي في السنة فقط، فأنا 10 سنتي مشروع 10 سنين بخطط زعنفة كده طيرته. فأول حاجة أنه الغواص ينمي مهاراته في الغوص، بحيث أنه يمشي في وضعية مستقيمة في طفوية معتدلة، ما يخبط لا بيده ولا برجله. ثاني شيء طبعا نجي للآتيتود حق الغواصين، يعني كيف هم بيتعاملوا مع الكائنات، ما يمسك، ما يجري ورا سمكة، ما يأذيهم. هذه بالنسبة للأشياء الفردية. بالنسبة للأشياء المجتمعية، فحمد الله يعني بإشراف أمانة جدة عندنا بيسووا حملات تنظيفية للشواطئ وللبحار، آخرها كان الجمعة اللي فاتت. فما شاء الله المتطوعين بينزلوا بكثرة، الله يديهم العافية، الشباب والشابات بينظفوا البحر من فوق ومن تحت كمان. الله. طيب دائما بنسمع دكتور أن البحر غدار، أكيد دائما بتسمع أنت كمان هذا الشيء، بيجيك كلام كثير. أيوه. تكلمنا عن أكثر المخاطر اللي تعرضت لها وأيضا كيف قدرت أنك يعني تتعامل معها. طيب أول شيء، أنا ما أحب أقول البحر غدار، البحر بيئة، بيئة متكاملة فيها رياح وفيها أمواج وفيها تيارات زي أي بيئة. فلازم إحنا نتعامل معها، نحترم البيئة هذه. بمعنى ما أجي أطلع رحلة بوت مثلا وأنا ماني قاري الوذر اللي هو نشرة الأحوال الجوية، وأعرف قديش قوة الهواء وقديش قوة الموج، لأنه هذا ممكن يكون في خطر علي وعلى الغواصين اللي معايا. ثاني شيء لازم أعرف نظام التيارات كيف ماشي في الموية، فهي مجرد تحريص. أنا بالنسبة لي
الحمد لله، يعني اللهم لك الحمد ما انحطيت في موقف خطر، اللي هو مثلا يكون في خطر مهدد علي، لانه بنتبع السيفتي ميجرز. اغلب الناس لمي اللي بيصير لهم مشاكل الغوص بيكون بسوء تخطيط وسوء حكم. فاعطيكي مثال، مثلا هذه الاشياء، هذه اشياء مره مهمه في غوصتنا. هذه مثلا بوصله بيلبسها الغواص في يده وبيتعرف على الاتجاهات وهو رايح كم الرقم اللي ماشي عليه. بوصله طبيعيه مغناطيسيه اتجاهها للنورث للشمال. فلما ننزل نزله بوت مثلا لازم يعرف هو ايش الاتجاه اللي رايح منه، ايش الاتجاه اللي راجع فيه. الشيء الثاني كمبيوتر الغوص، الان التكنولوجيا ما خلت، صار عندنا كمبيوترات غوص ينزل بها الغواص يعطي له كم زمن اللي قضاه تحت المويه وكم العمق اللي نزله عشان ما يتعدى اعماق معينه ولا وقت معين. فكل سيفتي ميجر اذا الغواص اتبعها بامر الله ما هيحصل معه اي مشاكل تحت المويه. جميل. نعم. جدا صراحه دكتور حمستنا كثيرا نخوض هذه التجربه، وفعلا يعطيك الف عافيه، نورتنا وشرفتنا. ان شاء الله معك باذن الله دكتور. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل بين ابيات الشعر والقصيد الشاعر ماجد رميح في ضيافه ساعه شباب. ما قلت لك يا طويق في اول قصيده حبكتها من قلب مهيب تلفيق، يبطون مهزه ومقام الوليده، اللي بعينه عاش معاشه يا طويق، ممكن عنيد ومجرياته عنيده، يعيش في عز الفرح حزه الضيق، يعكس شعور اللي شعوره بليده، ينتابها التفكير مع فكه الريق، في كل يوم يعيش قصه جديده، بينه وبين النفس وقع مواثيق، جده معزي وفخره في حفيده، يعني لابو سلمان دون المعاويق، يؤمن بان المحتوى في رصيده، نظرة حرار ما حوتها الغرانيق، من كثر ما داره تعيش بوريده، لو تنبض عروقه بدون اي تعليق، طموح لعنان السما في وعيده، والفوق هام السحب وقع بتدقيق، كانه يقول لكل نفس بريده، في دار خنوره بنينا الشواهيق، لا للتخاذل دام سلمان سيده، يا سيدي خذنا على كل ما يليق، دام العهد بيديك والمجد بيده، حنا بخير وحافظين الصناديق، وما دمت يا محمد على ما نريده، فانت الطموح وقمه المجد وطويق. صح لسانك، صح لسانك، يعني شاعرنا في هذه الفقرة من الأسماء الشابة في عالم الشعر والقصيد، تأثر بوالده في مرحلة مبكرة من عمره، يكتب في مختلف مجالات الشعر، ويؤمن بأنه يحمل بين كلماته هموم ومشاعر الآخرين. الشاعر ماجد رميح منورنا ساعة شباب. أهلا وسهلا ماجد. أهلا وسهلا في نورتي طلعتنا. أنا متشرف اليوم بتواجدي معكم، دعوتكم الكريمة والله. بالعكس لنا الشرف. يقولوا دائما أن الشعراء إلا ما يتأثروا بالبيئة اللي يكون فيها شاعر، فكلمنا في البداية عن مرحلة البدايات والتأثر وبناء الشخصية الشعرية. والله بلا شك أنه يكون له دور كبير في التأثر في البيئة المحيطة حوله. فأنا من بيئة شعرية أساسا، والدي الله يمتعه في أيامه ومسي عليه في الخير، والمحيط اللي حولي يعني في نجد، يعني يكون له رونق الشعر في كل مجالاته، فما بالك انه طورت من هذه الموهبه اللي موجوده، فحتى ارتقينا وصرنا نبهر ونطلب في اماكن، فهذه ذائقه الجمهور، لكن بنيناها وكونناها والحمد لله طلعنا في الوجه اللي يليق ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله عليك. طب كلمنا عن المراحل اللي مريت فيها، يعني اي نوع من انواع الشعر اللي حبيته اكثر وحسيت انه يعبر عن شخصيتك؟ والله المراحل اول شيء مراحل كثيرة، فمنها من أيام من 1415 تقريبا أذكر، كانت بداياتي مع مجلات في الكويت، مجلات ما أذكر أساميها لكن لها دور بارز، منها القطوف والمختلف، فكان لها أثر أنه إن شاء نبحث عن الناس اللي فيها، نبحث عن الناس اللي فيها توصل هذه الرسالة وهذه الكلمات اللي المحبوبة لهذا. فطلبنا في أمسيات أيضا لما شافوا صدى منا، شاركت أيضا في برامج شعرية، مقتنع بما أقدم وما أكتبه،
للجمهور ما هو لي أنا، يحكي عن واقع شخص معين أو إنسان أو معاناة. والشعر بشتى مجالاته حبيته، سواء في النبطي أو غيره، في مجالات متنوعة، سواء الوطني أو الغزلي أو أي نوع من أنواع الشعر أو الرثاء. فحبيت كل أنواعه وصدحت فيها وأبدعت إن شاء الله، وهذه ذائقة للجمهور أيضا. ما هو بلي ما شاء الله عليك مبدع ماجد، ولكن حسك سؤال أبغى جوابك بكل صراحة، ما لاحظت أن الشعر الغزلي هو أكثر أنواع الشعر المطلوب، يعني تتفق أو لا؟ والله بلا شك، يعني هو الناس يمكن تعاني، فممكن يكون الشعر الغزلي ينفس شوي عن هذا، لكن في ناس أيضا هو باب، لا شك أنه ما حد ينكر هذا الشيء، هو باب من أبواب الشعر، فأنت لما تبدع فيه أو يكون لك رونق فيه، هذا شيء إبداع، وأكيد الناس لها ذوق ولها اختيار، فهو أصلا راحة للنفس من المسمى. فعلا يعني لك بتقول الناس بتعاني، خصوصا أنت كشاعر تتكلم عن هموم ومشاعر الآخرين وبتعبر عنها بطريقة جميلة من خلال أبيات شعرية، يمكن هذا اللي يخليها تلامس الناس وتوصل لقلوب الناس في نفس الوقت. ولكن برأيك يعني كشاعر، هل ساعدتك منصات السوشيال ميديا في انتشار الشعر وانتشار موهبتك أكثر للناس؟ شوفي الأمانة، أنا والله صريح، الصح صح والخطأ خطأ، سيد على ما يقول. منصات التواصل الاجتماعي أول كانت الناس تبحث أو لمعرفة في قناة معينة أو شيء فيطلعني الشخص، أو لكن إنه أنا أبرز نفسي أو إنه أحد يبحث عني، ما تلقين ذاك الكم الهائل. الآن منصات التواصل الاجتماعي أنت فرض نفسك غصب، سواء في شتى مجالات التواصل الاجتماعي. أنا شاركت في برنامج شاعر المليون سابقا، ولكن ما أكملت ظروف خاصة فيه، ما كان الواحد له دور أو بروز في شيء، لكن الآن في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بكثرة، أنت فارض نفسك، الانتشار للقصيدة والمحتوى اللي أنت تقدمه هيكون له دور بارز أيضا. فأنا أرى أنه وسائل التواصل الاجتماعي بالذات الوسائل المقربة لها دور كبير جدا جدا، وهذا اللي أنا عشته أيضا. أنا عشته أيضا في وسائل التواصل شيء كبير، وعرفني على كم هائل، وعرفت في أماكن أنا ما كنت أجي، أحيانا يصادفون هذا الشاعر ما يجترون من هذا الشاعر، هذا الشاعر صاحب القصيدة الفلانية. فأكيد له دور كبير جدا جدا. طب يعني ودي أعرف صراحة، عندي فضول، مين تأثرت في هذا المشوار؟ يعني أتكلم عن أسماء صنعت يعني فرق كبير في حياتك وذائقتك الشعرية. والله شوفي، أنا 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 فرضت نفسي بنفسي، لكن تأثرت، لكن أنا أطلع على متني، أنا ما أطلع على متن غيري، لكن إنه فعلا في شعراء لما يكتب الحرف أنت تحس، أنا أتمنى أنها تكون قصيدة لي. أسماء كثيرة أنا ما أحيانا بيت عن قصيدة، أحيانا تعجب في بيت، يعني أعطيني اسمين. والله لو بحصر أسماء كثيرة، لكن أنا من هذا المنبر الجميل أمسي لابن العم والصديق الغالي الشاعر الكبير والمدرسة بحد ذاته سليمان المانع، أكيد أبو روز حية. أيضا الله يرحمه الشاعر مساعد الرشيدي، له دور بارز في الشعر وله دور في جميع أنواع الشعر، شعراء كثيرة أنا ما أقدر أحصرهم في شيء معين. طيب وش رأيك تسمعنا شيء ماجد؟ غزلي ولا اللي ودك؟ طيب يقول المايك عندك طب. يقول يا جرح جرحي يوم نادتني تعال، ويا ويل حالي يوم قالت لي هلا، ويا شيب عيني يوم قالت لي سؤال، ويا قول قلبي يوم ملثمها سلا، ويا طول صبري يوم نظرت الجمال، ويا صبر نفسي كيف مبسمها حلا، مدلعة بنت الدلع بنت الدلال اللي خذت قلبي وبالفعل امتلا، مزيونة من زينها الزين استزال، قلبي تولع في هواها وابتلا، اللي يا مشت ممشى الأناقة والتعال، واللي وقفت لكزز من الهيبة على، واللي يضحكت لحظها بنت الحلال، يضحك لها الكون بجهاته والخلا، واللي بكت ملعون بوجد الريال، والله ما تبكي وفي قلبي غلا، واللي رضت ما عاد للدمعة مجال، مدامني سلمتها حب ولا، يحظها لها في مقابلها ليال، ويحظ منه قد شرب معها وكلا، ويحظ ابوها وامها وحظ الخوال، ويجعل من يكره حياتي للبلا، ويحظ خاتمها وشباك الخصال وسلسالها اللي في نحرها مبتلا
لا بيحض فنجال قهوتها والدلال، بيحض كل شيء بملامحها صلاة، بيحض غرفتها، بيحض الجلال اللي تغطى به، ويحض الملا ملك على هيئة بشر دون الكمال الله يحرسها من عيون تغلا. بيحض ماجد يوم قالت له تعال فنجالها من قلب قالت له هلا. هلا والله، صح لسانك. صح، الله يسعدك يا رب. طيب برأيك اليوم هل مازال الشعر له نفس الحضور، نفس الهيبة، خصوصا نحن نتكلم عن جيل أمام الكثير من الخيارات الثقافية والفنية، هل تشوف فيه إقبال كبير من الجيل الجديد؟ والله فيه إقبال. ليش؟ لأن الناس رجعت الأشياء ما كانت تدخل فيها أو ما كانت في مذكراتها، لكن الآن رجعت الناس تبغى الشعر. الجمهور هاوي، أصبح متذوق، أصبح متذوق في معاناة. في ناس تبح اللي عنده معاناة يبغى قصيدة، اللي عنده فرحة يبغى قصيدة، اللي عنده حزن يبغى قصيدة. فالناس رجعت، فما بالك إنه زي ما سناد السؤال السابق إنه الناس حبت الشيء هذا، فرجعت لعالم الشعر، رجعت لكل، رجعت وسائل التواصل اللي هي تنقل لك كم بسيط، تلقى حين بيتين أوه أنا حبيت بيتين، تمر معناها تحكي ظروف أنا أعيشها. فهذه لها دور كبير. طب إيش أكثر القصايد اللي نجحت أكثر من غيرها في الفترة الأخيرة؟ وهنا سؤالي ليك بالتحديد ماجد، أحيانا بعض القصايد تنتشر أكثر من غيرها وتلاقي يعني نجاح واسع على منصات التواصل الاجتماعي. أنك ذكرت منصات التواصل الاجتماعي، حتى صرنا نحطها يعني كمقاطع في التيك توك 10 ثواني، على سناب شات، في انستغرام ايضا، وبيتناقلوها عدد كبير يعني مو قليل. شوفي، هو احيانا انت زي ما قلت لك قبل شوي، احيانا بيت يشدك في قصيده اذا كنت متذوق. احيانا بيت يشدك في قصيده، فبلا شك احيانا في قصائد وطنيه اللي قلتها قبل شوي هذه ان شاء الله بنعملها وبريت ان شاء الله بسمو الامير محمد الله يحفظه ولي العهد، بعنوان طويق، فهو يحمل هذا الشعار وهو عرب هذه الرؤيه وبانيها للوطني. ايضا الكثير منهم يتجه للغزل، القلوب خضراء والناس عايشة، فالحمد لله مرفهين في حياتنا وكل شيء مهيئ لنا. فأعتقد أنه يعني لنا سبب انتشار القصايد لأنها بتكون غزلية أكثر. أحيانا تكون الغزلية هي المنتشرة أكثر، لأن أنا عشتها في أمسيات. أحيانا لما أجي أمسيات أكثر الطلبات أو الجمهور، فتبغى غزل. حبيت صراحة، نورتنا وشرفتنا ماجد اليوم، نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نشوف أعمالك قريبا إن شاء الله. أنا سعيد لكم، شكرا لكم بحجم السماء، شكرا للطاقم كامل، شكرا لك أيضا. بالعكس، تشرفت. هذا واجبنا، وأكيد ما راح نختم الفقرة إلا لما نسمع قصيدة منك. الله يسعدك يا رب. يلا نسمع. يقول تمخطري ويحق لك لا تمخطرت، من دون خلق الله وشامت خدودك، ودي أدقق بس مرة إذا افطرت، كيف الفطور ولذته في وجودك. إلا على الطاري تراني تذكرت، البارحة من شنطتك جنب عودك، أخذت لي حاجة ومنها تعطرت، لا تسأليني كيف أقبل ردودك. شاطر ولو منتي ترى ما تشيطرت، عارف علاماتك وحافظ بنودك، من باب أنا ماين عليك وتماكرت، هذا بلا قلبي وهذه وعودك. تدرين مرة كيف الروح فكرت، إني بسوي شيء يزعل أسودك، طرت بخيالي فوق وبواقعي طرت، مع أني أقرب للخيال بصدودك، إني أخطفك وأعلن الحرب والكرت، أما معي ولا علي ما يزودك، دقيت مرة نمرتك بس سكرت، ما ودي أسمع منك نبرة برودك، والعيون كالثنتين الروح سطرت، ما لا يجول بخاطري في نفودك. صاحي بينك. التركيز في جعل الغذاء الصحي أسلوب حياة نقدر نقول عنه بأمر أصبح في قائمة الأهداف للكثير من الشباب، وأيضا أصبح الحل الأسهل هو الحصول على هذه الوجبات من خلال المتاجر المتخصصة في تقديم الأكل الصحي. ضيفنا اليوم من المهتمين بالمشاريع الخاصة بالغذاء الصحي، راح يتعرف من خلاله على بعض أفكار الأطباق الصحية مع عبد العزيز باجخيف، طالب حركة وصحة. أهلا وسهلا فيك عبد العزيز.
نورنا. نورك والله صدقك. في البداية قبل ما ندخل في موضوع المشروع والأكل المشهي هذا اللي قدامي السفرة ما شاء الله تبارك الله، خليني أتكلم عن تخصصك. لفتني صراحة يعني تخصص حركة وصحة، وصحة وحركة صحيح. بتدرسها في ألمانيا صحيح. فكلمني أكثر عن هذا التخصص. تخصص الحركة والصحة هو تخصص مهتم في المقام الأول بصحة الإنسان. يتكلم عن جوانب رياضية، نتكلم عن جوانب صحية من ناحية التغذية، الأمور الحيوية في داخل جسم الإنسان، أيضا يهتم بما يخص الأطفال الكبار في السن، مرحلة الشباب من جانب الرياضي، من ناحية الوقاية، من ناحية التأهيل. فكل هذه الجوانب يعني هو يعتبر تخصص جديد ما له ممكن 10 إلى 15 سنة بدأوا فيه، يعني مش من زمان ومو موجود عندنا في السعودية للأسف حاليا، ما شفته للأمانة. ممكن موجود أنا مطلعت ولكن إلى الآن أنا ما لقيته. زي ما قلنا هو بيهتم إن جنرال كذا بصحة الإنسان بجميع النواحي. نعم. طب متى بديت تفكر بتطبيق الغذاء الصحي وأنك تحوله لمشروع؟ طيب دائما يقولوا الحاجة أم الاختراع. صح. هي بدأت باحتياج، خلينا نقول إحنا دائما عندنا نمط تقليدي متعارف عليه في مجال الغذاء الصحي، إنه الأكل الصحي دائما أكل ما فيه بهارات، بيكون أكل غير مستساغ لفئة معينة من الناس. فكرنا نعمل أطباق تكون صحية وليس دايت، يعني هم مفهوم دائما بيقول لك إنه أكل صحي وأكل دايت. احنا بالنسبه لنا في بيسانوس ما بنقول انه احنا مطعم صحي، ولكن او عفوا ما احنا مطعم دايت، احنا مطعم صحي. بالتالي زي ما في فرق بين الاكل الصحي واكل الدايت. الدايت هو لفئه معينه من الناس، لكن الصحه هي حق مشروع للجميع. يعني لما اتكلم انه انا ابحث عن اكل صحي، هذا حق مشروع لي. فهذه الفكره بدات انه انا كيف اقدم اطباق تكون صحيه والكل يقدر ياكلها بدون ما يكون فيها نوع من الحرمان. خلينا نقول انه الناس متعوده انه الاكل الصحي فيه كثير حرمان، فبتجنب اكلات كثير. فزي ما انت شايف الاطباق متنوعه من ما لذ وطاب ولله الحمد ما شاء الله. حنتكلم عنها اكيد يعني بالتفصيل، ولكن انا ملاحظه ان اليوم توفرت كثير من المشاريع اللي بتقدم الاكل الصحي. صحيح. يعني هذا يخليني اسالك عن سبب هذه المنافسه. يعني مثلا هل سلوك المجتمع الغذائي بيتحول بشكل ايجابي فبالتالي صار الطلب زايد على الاكل الصحي؟ صحيح. اليوم احنا عندنا توعيه يعني قاعده تزيد بشكل كبير في المجتمع. لا ننسى أنه هذا أيضا جزء من برامج الرؤية في برنامج جودة الحياة اللي هي صحة الإنسان. الناس اليوم بدأوا يقدروا قيمة الصحة في جميع مجالاتها. فالمجتمع زي ما ذكرت أنه قاعد بيتوعى أكثر في مجال الأغذية الصحية، بيتجنب المأكولات السريعة نظرا لانتشار كثير من الأمراض وهذه الأشياء. فالناس توجهها صار بشكل تدريجي وتصاعدي في الطلب على الأكل الصحي، صار عليها طلب عالي جدا. فبالتالي أصبح في سوق واعد الآن في هذا المجال. وبالعكس يعني مجال الأغذية الصحية له مستقبل واعد وكبير جدا. ما شاء الله صار الوعي أكبر. صحيح. أقدر أقول في صحيح. المجتمع عن الأكل الصحي. طيب خلينا نتكلم عن السفرة الهنية الموجودة قدامنا وعن الأنواع والأصناف اللي محضرنا هي، ونعرف كمان فوائدها ومكوناتها والقيمة أيضا الغذائية الموجودة فيها. طبيعي. أول شيء يعني إحنا بالنسبة لنا بنركز في جزئية الغذاء على احتياج الشخص. الوجبة دائما بتتكون من مصدر البروتين ومصدر الكار، بالإضافة إلى نوع من أو نوعين من الخضار بتنضاف على الوجبة. والصوص زي ما احنا شايفين هنا عندنا التكوين مختلف. يعني أنا اليوم ممكن أشتهي وجبة دجاج على سبيل المثال، بس أبغى لها مثلا رز شمندر اليوم اللي بعده، أبغى نفس الوجبة لكن أبغى لها مثلا بطاطس ولا رز أبيض. ففكرة أنه اليوم أنت تكون الوجبة تمام، ما يكون فيها نوع من الإجبار على صنف بحد ذاته. أنت تختار بتكوين متكامل حسب احتياجك وبالأوزان. يعني أنا اليوم مثلا لو أبغى الدجاج، في ناس بتطلب 100 جرام 150، في ناس بتطلب كميات أعلى حسب أهداف كل شخص اللي يبغى يزيد في الوزن. هذه تتكلم عن الأطباق. يعني الريحة صراحة أنا أنا جعت من الريحة ما شاء الله تبارك الله. اشرح لي إيش فينا. هذا عندنا الآن اللي هو طبق السلمون المشوي، هناك عندنا الدجاج التكة السبايسي من الأطباق الهندية، هنا عندنا الستيك من الأطباق العالمية كذلك، هناك اللي هو الشريمب كاري الجمبري، فهنا برضو الدجاج الكاجو، هناك عندك اللي هو الدجاج كريد اللي هو بالجوز الهند. فهذه يعني زي ما تقول كذا عينات من أطباق تعتبر جزء منها عالمية أساسا، فإحنا قدرنا بفضل من الله أنه نحولها إلى أطباق صحية. وزي ما أنت شايفة كمان عندكم السلطات، يعني مو أكيد. بس الوجبات الرئيسية عندكم كمان سلطات وحلويات، شايفة حلويات قدام. يس. هذه عندنا الجرانولا
في اللي بالعسل وفي اللي بالمربى، وفي عندنا هنا الحلى اللي هو النوتشز فول السوداني مع كريمة الشوكولاتة. وهنا عندنا اللي هي أنواع السلطات الثلاثة، هذه بعض النماذج، سلطة السيزر، هنا سلطة التونة، وهنا سلطة اليونانية بالصوصات الخاصة بكل نوع. جاء الوقت اللي نتكلم فيه عن اسم البراند أو اسم المشروع. بيسانوس. يعني يمكن كثير أول ما يسمعوا الكلمة يستغربوا إنه إيش يعني بيسانوس، ليش بيسانوس، اشرح لنا هي. طيب بيسانوس مفردة تعني باللغة العربية كن صحي، فهي متضمنة يعني رسالة إنه إحنا نبي نوصل للناس إنه خليكم صحيين. هذا الشق الأول. الشق الثاني سبب اختيارنا لمصطلح سانوس، وهي مأخوذة من اللغة اللاتينية. معروف على مستوى العالم إنه اللغة اللاتينية هي اللغة المستخدمة في المجال الطبي. صحيح. فإحنا ارتأينا إنه هذا أقرب مجال لمجال صحة الإنسان هي اللغة اللاتينية، وهي لغة عالمية، وبالتالي إحنا نقدر نوصل من خلال هذه المفردة رسالة إلى مختلف الناس إنه يعني خليكم صحيين. يعني هذا كان سبب التسمية. حبيت الرسالة. ونحن كمان في ساعة شباب هدفنا ورسالتنا أنه نحاول نوعي الناس قد ما نقدر على اللايف ستايل الصحي والأكل الصحي، ونحببهم فيه أكثر. فكثير ما بيحبوا مثلا يلجأوا المطاعم اللي بتقدم أكل صحي، بمعتقدين أنه هذا المطعم مثلا بس فيه أكل دايت وسلطات وما بيشبع وما في بهارات. ونحن يعني بعاداتنا وتقاليدنا وأكلنا نحب الفلفل، نحب البهارات الموجودة في الأكل. فكيف نحاول اليوم نقنعهم أنه لا بالعكس، يعني هذا التفكير غلط، والأكل أكل الدايت مختلف تماما. عشان كذا سألتك في البداية إيش الفرق بين أكل الدايت والأكل الصحي، وأنه بالعكس يعني أكل الدايت أكل صحي مفيد وبيشبع في نفس الوقت وفي قيمة غذائية عالية، يعني مكتمل العناصر الغذائية. صحيح. طيب ترى يعني من ضمن الأشياء الموجودة أيضا في عندنا البرجر، في عندنا أشياء كثير موجودة كأطباق. هذه الأشياء اليوم إحنا بنأخذها في السوق موجودة، ولكن بطريقة صحية إحنا بنوفرها بطريقة صحية. القيم الغذائية اللي إحنا بنقدمها، طبعا جميع هذه الأطباق خالية تماما من الزيوت المهدرجة، ما بنضيف عليها ولا السكر ولا الأملاح المصنعة. حرصنا قدر الإمكان أن نوفر أكل لذيذ صحي ومتنوع من جميع الأطباق العالمية أو الشرقية أو الغربية أو حتى المحلية. فهذه يمكن الجزئية اللي بنركز عليها دائما في تقديم الوجبات. جميل. في يعني موضوع ثاني في نفس الوقت، ما أني أنا بأكل أكل دايت لي فترة طويلة جدا، جاتني فترات ولحظات وأوقات وأنا يعني في هذه الفترة حسيت ملل، تعبت. صحيح. تعبت من أكل الدايت، أحس خلاص صار روتين في حياتي. فكيف هنا ممكن نمنع الملل في هذه الوجبات؟ يعني إيش في إضافات ثانية وصحية في نفس الوقت ممكن أنا أضيفها وتكسر الروتين أو تكسر حاجز الملل اللي بحسه مع أكل الدايت أو الأكل الصحي؟ ممتاز. أول حاجة إحنا لازم نعرف إيش يعني أكل صحي قبل ما احنا ندخل في هذه التفاصيل. الأكل الصحي طبعا هو احتياج الشخص. أنا إيش أحتاج؟ أنا اليوم على سبيل المثال لو أقول لك أنه هذا السلمون يعتبر من الأكل الصحي واحتياج وإلى آخر، لو جيت شخص عنده حساسية من السلمون وأعطيته السلمون، هل يعتبر بالنسبة له صحي؟ أبدا. لا. المكسرات، في ناس عندهم حساسية، لو أنا أعطيته مكسرات ما راح يكون صحي بالنسبة له. ونقيس على ذلك. بالتالي موضوع الجزئية الأولى أنا وصلت لها أنه أنا أعرف ليش أنا أكل أكل صحي وإيش معنى أكل صحي. الجزئية الثانية اللي هو كيف أنا أتجنب الملل من هذه النوعية من الأكل. طيب لما يكون عندي الأكل مقدم بشكل شهي ولذيذ ومتنوع، يضمن أنه أنا ممكن بتنوع أكثر من 30 صنف إحنا بنوفر عندنا، ممكن أنا في اليوم يعني في الشهر كامل بأكل الصنف ده مرة واحدة. بالتالي أنا ما راح أمل، غير لما أنا يكون عندي عدد محدود من الوجبات، نفترض جدلا أنه 5 إلى 6 وجبات طوال الشهر، أكيد أني راح أمل، خاصة لما يكون فيها نوع من بتعرف الأكل بيكون ناشف بعض الأحيان أو ما في بهارات وإلى آخره. بالعكس البهارات موجودة في الطبيعة ومن المكونات الجيدة، وفي بعض البهارات بتستخدم حتى في العلاج. فبالتالي ما هي الإشكالية في تكوين في موضوع محدودية الأكل على أساس أنه يكون صحي؟ احنا عندنا خيارات كثيرة، وهذا الشيء حيمنع الملل من سلطات، من حلى، يعني كل شيء الإنسان يبغاه في يومه موجود عندنا. طب في بعض الناس كمان ممكن يقولوا إنه الأكل الصحي بيكون مكلف عليهم وما يقدروا إنه يعتمدوا عليه، فكيف ممكن تعلق على هذا الموضوع؟ طيب من ناحية مكلف، قد يكون في الطابع العام والصورة الخارجية إنه مكلف، لكن أنا أشوف إنه هذا الشيء غير صحيح. ليش؟ القيمة الغذائية اللي احنا بنوفرها ما هي موجودة في الأكل الرخيص، خلينا
نقول اللي غير صحي، فبالتالي يتم من مكونات غير صحيه وتكون دائما رخيصه في السوق. فهذا الشيء قد يعني الانسان اغلى ما عليه صحته، فانا لما باخذ مكونات قد لا تكون جيده لصحتي، فبالتالي انا بوفر على حساب صحتي، وفي المقابل راح يعني لا قدر الله ممكن هذا الشيء بسبب الاكل الغير جيد او السلوك الغذائي الغير جيد ممكن اوصل لمرحله امراض السكر والسمنه وغيرها، وهذه حتكلفني كثير، فحتعطلني عن عملي، حتدخلني في موضوع علاجات والى اخره. بالتالي انا ممكن يعني خلينا نحسبها كميزانيه جدلا، انه مثلا حزود 500 الف ريال في الشهر، ولكن في المقابل انا اشتريت صحتي واشتريت عافيتي، وبالعكس ما في اي نوع من الحرمان. و صح انه لها ثمن، ولكن الصحه كذلك لها ثمن، يعني هذه الجزئيه من الناحيه الماليه. يعني طبعا اتفق معك مليون بالميه، وانا اذا شفت اكل دايت قدامي حتى الناس بتاكل بدون ما ضميرها يتانب، يعني ما بحس تانيب الضمير. صحيح. عارف باكل قد ما اقدر، عارفه انه بالنهايه اكل صحي، عارفه بالنهايه اني ما راح ازيد في الوزن، خصوصا الناس اللي تخاف انه وزنها يزيد وتاكل يعني حتى الاشباع. وبالعكس يعني انا احس انه اكل الصحي ترى يشبع اكثر من الاكل اللي باكله في المطاعم وبسرعه اكثر، صح ولا لا؟ صحيح. وفي نقطه ثانيه، يعني الاكل الصحي يعني على سبيل المثال دائما براهن عليه انه بعد ما بتخلصي اي وجبه من الوجبات ما بتحسي بالدخمه، ما بتحس بالكسل. صح. والخمول. صح. وبالتالي صار عندك يعني جزء من يومك الساعه الى الساعتين هذه اللي نحن بناخذ فيها مثلا شاي اخضر وبنهضم الى اخره، هذه مش موجوده، وبالتالي انا اقدر امارس نشاطي، اقدر اقوم انجز اعمالي اليوميه في سواء في العمل او في حياتي. برايك ايش السبب؟ دائما ترى انا نفسي اعرف ايش السبب، لاني اذا اكلت اكل الدايت فعليا ما احس باي كسل او خمول، اذا اكلت خبصت في الاكل مثلا واكلت اكل عادي احس بخمول مو طبيعي بعد الاكل. السبب واضح، انه لما باكل اكل مكوناته صحيه جيده قيمه غذائيه عاليه، الجسم في عمليه الهضم ما بيتعب في عمليه تفكيكه. فبهذه الطريقه انا لما باكل اكل جيد لصحتي، جيد لاحتياجي انا، فبالتالي راح الاقي نفسي ان عمليه الهضم سهله جدا، فبالتالي انه انا اقدر اليوم عمليه الهضم بما انه فترتها قصيره اقدر امارس يومي، ما راح ياخذ مني وقت طويل في عمليه الهضم. لما باخذ مثلا على سبيل المثال الزيوت المهدرجه، وهي اكثر شيء بيحذروا منه دائما المختصين في مجال التغذيه، علاوه على الامراض اللي بتسببها، فهي صعبه جدا في عمليه الهضم. صح. فهذه واحده من الاشياء اللي اعتقد انه هي السبب اللي تخلي الواحد دائما بعد الاكل الصحي ما بياخذ وقت طويل في عمليه الهضم، وبيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. بصراحة. ومو بس كذا، كمان اليوم صار مفهوم هدر الطعام مهم جدا بنفس اهميه الاكل الصحي، فهل عندكم افكار تمنع هذا الهدر؟ صحيح. في اختيار الوجبات احنا بنركز على جزئيه الاوزان، فاليوم لما بيجي اي شخص بياخذ من عندنا وجبه بياخذها بالوزن، بالتالي احتياجه ايش؟ مثلا نفترض جدلا انه 100 الى 150 جرام مثلا من الدجاج او من اللحم او الى اخره، فهو ياخذ كفايته وليس بكميات خلينا نقول احنا بنعطيه هي بكميات افتراضيه من عندنا ثابته على الكل، بالتالي احتياج الشخص من الاخر يختلف، هذا بياخذ كميه قليله من الاكل فبيطلب احتياجه، وهذا بياخذ كميه اكثر فبيطلب احتياجه، فبالتالي انا قللت عمليه الهدر، ما حيجي شخص يطلب الا وهو عارف ايش الكميه اللي هو يحتاجها، فبالتالي احنا قللنا من عمليه الهدر. وفي نفس الوقت في عمليه الاشتراكات نفس الشيء، انا لما باجي عندي عملاء اشتراكات بوصل لهم بالكميات المطلوبه، فانا عارف ايش اللي حاعمله في المطبخ واحضر لهم ويوصلهم حسب الكميات، فبالتالي انا ما عندي اي هدر في الجانب هذا سواء في الاشتراكات او حتى في الطلبات. جميل. وصراحة يعني أنك تكلمت عن سوق الأكل الصحي، أنه في الفترة الأخيرة صار فيه إقبال كبير عليه، وأنك عندك مشروع خاص فيك بالأكل الصحي، فودي أعرف منك يعني إيش أهم النصايح اللي تقدمها الشباب اللي حابين أنهم يدخلوا هذا السوق، بما أنك ما شاء الله عليك يعني عبد العزيز طالب وعندك هذا المشروع، وخصوصا أنك اهتميت في شيء يعني صراحة مفيد جدا وبتعطي وقت وجهدك لهذا الموضوع بأنك لسه طالب. يعني في جزئية الطالب فأنا مش لحالي، أنا معي مجموعة. أنت مجموعة من الشباب؟ نعم. ولكن يعني ما شاء الله تبارك الله أنا عندي مجموعة كان لهم فضل كبير برضو في اللي احنا وصلنا له، فأنا مش لحالي. ولكن في جانب الغذاء الصحي بشكل عام، يعني اللي بيدخل في هذا المجال، يعني احنا ترى موجود من فتره طويله مش تو بدا، بس كانوا الناس بيعملوه في بيوتهم مثلا او بيعملوه بشكل مبسط، الان اصبح التوجه في مسؤوليه اكبر لانه وعي الناس صار اكبر، فبالتالي
يعني السوق بيطلب، السوق لا زال واعد، والإقبال الناس على الأكل الصحي بيزيد يوم بعد يوم، فبالتالي المجال هذا لا زال سوق يعتبر واعد جدا وقدامه مستقبل كبير، خاصة زي ما ذكرت أنه ضمن توجه الدولة في رؤيتها أنه اليوم لابد يكون عندنا مجتمع صحي، بالتالي احنا عندنا إذا المجتمع الصحي حنوفر كثير في موضوع الصحة، وحيكون عندنا عجلة التنمية مع النشاط البدني للناس وصحتهم وعافيتهم، إنتاجية حتزيد بالتالي. هذا توجه دولة أساسا، والناس يعني كل ما أقدم على هذا الشيء أعتقد أنه حيفتح أسواق أكبر كمان. أكيد بإذن الله، ونحن نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. عبد العزيز أنا خلاص لازم أختم، أنا جعت يا جماعة فعليا، فبالعافية علينا حجهز السلطات عشان نبدأ بالسلطات ونبدأ في هذه السفرة الجميلة. صراحة أكل مشهي وفي نفس الوقت يعني بدون أي زيوت مهدرجة، وأكل صحي تاكلي وأنت ما تخافي، فعلا يعني شيء جميل جدا، ومن أجمل المشاريع اللي ممكن نشوفها، مشاريع الشبابية اللي ممكن نشوفها. يعطيك ألف عافية عبد العزيز، ونورتنا وشرفتنا اليوم. شكرا على صدافتكم. بالعكس، هذا واجبنا. مشاهدينا، بكذا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم. لا تنسوا تتابعونا على حساب البرنامج اللي راح يظهر على الشاشة الآن. مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، ومن فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية، فمعن الله، بالعافية علينا. We'll be right back.